دخلت الكافي كان في ثلاثة بنات يعني على اليمين قاعدات، وأعطيتهم أي يعني اعتبار، أنا ماشي رايح أشتري لي سبانيش لاتيه. وأنا ماشي كذا قالت واحدة ويع عرفتي؟ يعني أنا أعطيتهم نظرة وكمان تمشي. إخوان والله ما كانوا فاتح حد جوال، كانوا يناظروني. زي ما قلت لكم أنا ما أعرف وما أشرب إلا سبانيش لاتيه أصلا، وما أحب غيره لأن حالي. في يوم وصلت عند الكاشير والله يا إخوان من الربكة قلت له وش تبيعون؟ وش تبيع؟ داخل فوت تراك. يا لا أحد يقول لي مهند أفضل يوتيوبر بالعالم، أفضل من فلة. يجيبني هذا الولد أقسم بالله. السلام عليكم، تقدر تشوف أخبارك تمام. جاي لكم حاب اليوم مقطع جديد. إيش مقطع اليوم؟ هذا مقطع كنت أبي صراحة من فترة كبيرة تقريبا، من لما فتحت تيو أو من لما رجع تيو صار صراحة كنت ودي أصور ذا مقطع، بس كنت صراحة كنت أبي أنتظرك، كنت أبي أتأكد من شغلات. فالحين صار وقتها. اليوم مقطعنا تقييم الإكلانات حاليا، أوكي؟ بنقيمهم القنوات الإكلانات والفعاليات والأشياء اللي قاعدة تسويها للمشاهدين، حلو؟ فلا تنسوا لايك واشتراك وسبسكرايب وجدت على صندوق وسط. طبعاً اللي كان تابعوني أحسن بعد وصلنا على النبي سبحان الله بحمد سبحان الله عظيم. Let's go، نبدأ المقطع يا مديرة. طبعاً راح يكون في زي تير ليست بنقيم فيه. التقييم الأول اللي هو 100% اللي يكون توب. التقييم الثاني 50% يعني ها. التقييم الثالث 25% يعني لما تخلص المحتويات الأولى بعدين تعال تابع. الأخيرة سالب 17. ليش سالب 17؟ لأنه عمري 17 فلازم يعني هذول ما أنصح فيهم أبدا. Let's go، نبدأ المقطع. يا يال بنبدأ بالأجدد، يعني آخر كلان فتح حق صناعة المحتوى وصار قلب صناعة المحتوى وللأقدم، فهمتوا؟ Let's go. أول واحد راح يكون عندنا تيو أو The Ultimate Team. طبعاً هذه قناتهم فيها 8 مقاطع بس وفيها 330,000 مشترك. حلو، بندخل على مقطع. يعني شوف أنا أغلب المقاطع ما تابعتها. في مقطع مثلاً أول تحدي يجمع فريق تيو مواجهة المخاوف. في دول المقاطع أنا هذا صراحةً تابعته مو كامل، ما عجبني صراحةً. مين القاتل؟ خمن الوظيفة مرتين. بشوف واحد منهم بس وبعطي عليه رياكشن. السلام عليكم يا اخوان، اهلا ومرحبا بكم في اول مقطع مع تيم. مبدئيا يا اخوان علشان الحماس يزيد مع اول حلقة في هذه القناة، قناة جديدة ما فيها اي مشترك، ابغى مع نهاية هذه الحلقة 100 مشترك على القناة. والله يقدر. اتوقع ابو خالد يسمحوا لنا نطمع شوية نقول 150,000. يا عيال يا عيال ما ينفع 150,000. 200,000. هذا اول مقطع بالقناه وجبناه. يا اول شيء سارقين فكره مع فريق فالكونز، هذه سارقينها منهم مبدئيا. اول مقطع فكره جباره جدا. العيال ما شاء الله ملاحظ انهم مقسمين نفسهم ما شاء الله، في 3 يمين 3 يسار، على اساس انه يعني بنبدا الفيديو بالطريقه هذه. ما يدرون ان هنا الافرقه ممكن تتغير وراح تقسم الفرق بشكل عشوائي، مين مع مين الله اعلم. فخلونا نبدا. ابو خالد اختار ورقه خلها معك. طبعا نشكر دوري ابطال اوروبا على رعايته. الشباب التيم اللي هنا تسلم، كل واحد ياخذ ورقه بالترتيب يا عيال. الاوراق اللي مع الشباب فيها رقم 1 أو 2. يا عيال بنشوف مقطع ثاني افضل، بنشوف مقطع خمن وظيفه. هذا مبدئيا ونقوله وخالصين. هم اللي قام فكره او في عندهم كاتب محتوى كتب فكره في احد الاكلانات، كل الاكلانات صارت تسوي زيها، زي خمن الوظيفه، خمن الطول، غيروا خلوا كل فريق مثلا له كاتب محتوى مخصص، طلع لنا شغلات جديده. بنشوف خمن الوظيفه. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم واهلا بكل شخص دخل على هذا المقطع. اخترت المقطع الصح لانه في المقطع هذا في فكره مجنونه. جبنا 4 موظفين من وظائف مختلفه، وظيفتنا احنا انه نسال للموظفين اسئله، من الاسئله هذه نقدر نعرف الوظيفه. وطبعا ما حناخذ راحتنا لانه وقت محدود وهو 5 دقائق، في ال5 دقائق هذه نعرف ايش هي الوظيفه ونخمنها. طبعا يا جماعه في الديسكريبشن في حساب التليجرام للفريق فيها كل جديد وفيها كل التفاصيل، اذا حابين انكم تعيشوا معنا التجربه كلها انزلوا تحت وادخلوا جروب التليجرام وبتنورونا كلكم وبتعرفوا كل جديد عن الفريق. الفكره واضحه صريحة جدا وما يبغى لها شرح زاد. ندخل الآن في المقطع على طول. أهلا وسهلا بكم، حلقة جديدة مع تيم تيو. أحسنتم.
الحمد لله على السلامه ابو تريح. الله يسلمك. قدرت نقول الله يسلمك ان شاء الله ما تنحط. وظيفتنا نحن 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 نحن. اهلا وسهلا بكم والان فحنبدا المقطع. اليوم طبعا انا ماني لحالي. يا عيال انا يعجبوني اللي هم توبز وذبير. يا مالق هو كاتب اسمه الدب انا يدخلني ها هو تركي طبعا بس كان اسمه ذبير. يا الفكرة يعني مستهلكة كثير كثير كثير. وبعدين محمد رئيس الكلان او الفاوندر ما يعرف يجيب ناس مع بعض, حاول يلقط من هنا يلقط من هنا يلقط من هنا, ما جمعهم كذا اثنين مع بعض. يعني مثلا ما جاب بدناش نقول اسابيع. المونتاج رهيب, انا اكثر الشغلة لاحظ عليها المونتاج. المونتاج رهيب صح, انا المونتاج تعبان بس انهم مونتاجهم رهيب مرة وانصحكم فيه. تقول واقف علي يعني بس انه المونتاج رهيب 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 مرة, والافكار مو متعب عليهم ابدا. يمكن ما عندهم كاتب محتوى اصلا, يسرقونها ويطبقون عليهم بس كذا. جامعين ناس رهيبين معروفين مثلا بس مو مطبقين مع بعض. والله يوفقهم يا رب, يوفقنا يا جماعة. الحين نروح على بيكس 11 مقطع 114,000 مشترك وجديد جديد يعني تقريبا صار لهم شهر بس قاعدين فاتحين محتوى القناتهم الأساسية بيكس. كلهم قاعدين يدعمون بصناع المحتوى اللي داخلين داخل بيكس. صراحة أنا أعرفهم كلهم ورهيبين صراحة, وكذا في بيناتهم كيمستري يمكنهم يعرفون بعض من قبل. سنو حلو حلو صراحة الكلان حلو. بشوف مقطع قسمها أو اسرقها, أنا ما تابعته يمكن أخوي متابع المقطع ما أدري صراحة. برنامج أجنبي اسمه Split or Steal وقلنا نبي نجربها بلون بيكس الخاص. يا هلا وسهلا بالجميع, حياكم الله بمقطع جديد. مقطعنا اليوم مختلف يا جماعة, مقطع من العيار الثقيل. راح يتوزع صندوقين لكل شخص بشكل عشوائي ويختار منهم صندوق يكشفه للكل, والثاني راح يشوف الحالة. الصناديق فيها مبالغ مالية توصل إلى 40,000 ريال وجمال الصناديق 100,000 ريال, والهدف من اللعبة أنكم تطلعون 4 جماجم وتحتفظون بأكبر قدر ممكن من الفلوس. في نهاية كل راوند راح يتم التصويت على شخص واحد يطلع هو صناديقه. الحين راح يتوزع صندوقين لكل شخص زي ما ذكرت, صندوق واحد قدامكم, صندوق الثاني راح تحطونه فوق. بسم الله. بسم الله نبدا بيوسف احمد, اكشف للشباب وش الصندوق اللي تبغاه. بسم الله. انا بخليه على توزيعك على بركه الله. يا الله يا كريم يا الله يا كريم. اوه ايش اوه سلام حلوه حلوه مره. لحظه قبل ما يفتح جمجمه ليه؟ لا انا احس ان ليه يا عيال. لا 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 ان شاء الله ان شاء الله 5000. انا احس ان حلو تعبون فيها تصاميم. الإديتر رهيب, الإديتر عندهم رهيب مره مره. اتوقع انه يشتغل بافتر افكت رهيب مره. يعني شوفوا مسوين كذا اوراق كلاش كاتبين اسمها تحت طاوله, الثامنيل رهيب, ممتازين ممتازين صراحه. صح ان افكارهم تقريبا اغلبها مسروقه بس انه رهيبه ما هي بطاله. يعني دامك تسرق الشيء وتحسن ويصير افضل هنا ممتاز. وبعدين يعجبوني يحطون مثلا زي حقوق القناه. نروح الحين ايش, انا من الحين اقول لكم ترى انا اكبر شبيح الفالكونز, اكبر شبيح واكبر دليل. ارجع المقاطع الاولى, فالكونز 2,200,000 تقريبا مشترك. الناس تعيبه وافكارهم رهيبه. في عندهم كم فكرة صح انهم سارقينها بس انها رهيبة. واكثر اشي يعجبني اللي هو تحدي الفقير والغني. هذه افضل فكرة وافضل اشي سوته فالكون صراحة. انا شبيح اقولكم شبيح متابعينهم كل المقاطع. اول شيء الاعضاء في بيناتهم كيمستري كامل ومستحيل يدخلون اي واحد الا اذا يعني تخيلوا عدولة كي ذاك اليوم سمعت الفاوندر يقول قعدنا السنة كامل عشان بس نحط قرار ندخل عدولة ولا لا. عدولة دخلوه بعد ما دخلهم للي وبندر. يعني كان في
ما مستحيل يدخلون شخص ما يعرف الفريق، لا اذا ما يعرف الفريق ما يدخلونه. انا ما قاعد اقول اي شيء ولا قاعد المح اي شيء، بس انا يعجبوني في اختياراتهم للاشخاص اللي موجودين في فالكونز. فبندخل على مين؟ على ارمي السهم. انا عجبني بس ما خلصته، شوف اغلب المقاطع ما خلصها لكنهم رهيبين. هوت وينز بس المسروقه عندهم، انا على حد علمي هوت وينز مسروقه من قناه اجنبيه كانت تسوي نفسها ايش، حتى اسمها هوت وينز بس دي اجنبيه. اوكي بندخل على مقطع ونشوف. واخيرا تحدي الغالي والرخيص، ولكن هالمره راح يكون رحله بحريه. فريق الرخيص فواز، رايف، دربحة، للي، عادل، مكسيكي، وبندر لهم قارب عادي زي ما تشوفون. فريق الغالي عزيز، أودن، ابو عمر، اوبلز، ابو عبير لهم يخت، كامل سبل الراحة، كامل الخدمات والأكل وكل شيء يحتاجونه موجود لهم. العموم أكيد بعضكم ناسي كيف وصلت الأفرقة لهذه التوزيعة، وهذا مجرد تذكير. في مقطع كرة الطائرة كان التحدي أن اللي مستواه الأسوأ بيروح الفريق الرخيص. تصويتكم أنتم عبر قناتنا بالتليجرام، اخترتوا فواز يكون بالفريق الرخيص. في مقطع أنا أقولكم فواز أسبق شخص ممكن يلعب طائرة. فواز جيبوا له تحديات أكل، طائرة ما طائرة لا يقرب عليها. كيف؟ تحدي الشنطة، التحدي ان الفريق الخسران بيروح فورا للفريق الرخيص. مكسيكي خسر ضد بندر، رايد خسر ضد أودن، واخيرا عادل خسر ضد للي، والثلاثي الان كلهم بالفريق الرخيص. في مقطع تحدي رياضات، التحدي ان اثنين من الفائزين باعلى نقاط بيروحون للفريق الغالي، والمنافسة كانت شرسة ولكن عزيز وابو عبير امنوا طريقهم للفريق الغالي. واخيرا اخر تحدي، مقطع السهم يحدد مدينته، الفريق الخسران بيروح للفريق الرخيص وتكون التشكيلة النهائية للغالي والرخيص. فريق أوبلز، أودن، أبو عمر شدوا حيلهم وخلصوا كل التحديات، ولكن الفريق الآخر كان نايم وبندر كان يحاول وحده ولكن اليد الواحدة ما تصفق. يا عيال بالنسبة لي أكثر شخص انظلم في التحدي ذا بندر. بندر رجال تعب سوى كل شيء، ولكن حطوا لهم ناس ما كانوا مهتمين بالتحدي اللي هم للي ودربعة. وأنا أكثر شخص يضغطني أصلا دربعة، عليه أفكار وعليه شطحات كذا خليك نفسك تلكمه. انا اخوي متحلف شو اسمه انه بيسطره. يا دربح انا بوجه لك رساله، احذر من اخوي ترى ناوي. فبالنسبه لي ظلموا بندر، ظلم في التحدي هذا، وكان لازم بندر الحاله يروح مع التحدي مع الغني وخسروا كلهم. بالله على السلامة. الله يسلمك. كلكم جايين جدة بس ما تعرفون ايش الغالي. أيوة. بس دامنا في الغالي والله راضين بالله. أقول الله يكثر خيركم. أول شيء أنا تحية للعامر، شخص يتعب هو طبعا مدير المحتوى، شخص يتعب على المحتوى تعب أسطوري. اتوقع ان في عندهم كاتب محتوى ما ادري، ولكن اذا كان في كاتب محتوى تحيه له، شخص مبدع وقاعد يمتع المشاهدين بشكل مو طبيعي. ف خلصنا بالنسبه لي عشان ما اطول المقطع، ما شاء الله المقطع صار له 4 ايام تقريبا حوالي 4 مليون مشاهده و 300 الف لايك. يعني ما شاء الله، يعني صار لهم تقريبا 4 ايام وخذوها مني بتكمل اسبوع وهم في ترند ما شاء الله عليهم. اول ما نزل المقطع ترند الأول على السعودية أو على العالم أتوقع كامل، لا السعودية بس أتوقع. فريق حرفيا قاعد يتعب وقاعد يمتع المشاهدين بشكل لا يوصف. لو علي التقييم أنا بقول أنه 100% من ناحية منتج، من ناحية أفكار، من ناحية صناع محتوى، في بيناتهم كيمستري مرة كبير. من ناحية قطات أنا يعجبوني فالكونز، يعجبوني مرة، أكبر شبيح لهم أنا. الحين نروح على مين؟ يال يا وربك يا ما ودي افوت على باور، اقسم ما ودي افوت على باور. يعني الثمنيلات حقهم تقهر مره تقهر، واتوقع انهم داخلين معاهم مشاهير عشان السبب. لا مو كذا، انا اقصد اني يعني شوفوا ما شاء الله على الشونك، في كل ثمنيل لازم يحطونه، اذا مو محطوط الثمنيل اللي بعده 100% محطوط. انا صراحه مقاطعهم كلها من الثمنيلز انا كرهت المقاطع. قبل كنت اتابعهم كنت شبيح لهم، بس من بعد الثامنيلات صراحة أنا غسلت يدي وما ودي أفوت صراحة، لأن زفت أدري أنكم تقفون. وبعدين في عندهم ما أدري إيش يعني حقوق الطبع والنشر حقتهم كثيرة مرة، يعني في الثامنيل 100 باور كلهم حاطين باور
كنا ندري انه باور. شوف يعني هذا واحد اثنين ثلاث باور، لو يطلع في يدهم حطوا على جبهة راكان باور برضه. شوف هذه ماخذين من فالكوز، لا تقول لا احد يقول، احد يقول لي انا شبيح فالكوز واي شيء يصير فالكوز هو ما افضل شيء. انا بوريكم صراحة الثامنيلات وتشوفونه كيف. يعني شوف هذا اسرع شخص يمشي في الصمغ يفوز، اكبر ملعب صمغ. حلو، نشوف ايش اكبر ملعب صمغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي السادة المشاهدين، اليوم مقطع جديد، اسرع شخص يخلص تحديات الصمغ راح يفوز، ولكن في اكبر ملعب صمغ جبناه مع طبعا يا جماعة سوينا قبل هنا. اني يعجبني ايكنو، يعجبني مرة مرة مرة. ايش هذا؟ ما في شيء ما في شيء كبير، كم 6 ب 6 خيمتي اكبر. استغفر الله العظيم، انا هذا يعجبني. شوف ايش ملبسينهم هذول. انا اتوقع انه باور حاليا قاعدين يستهدفون اكبر شيء الاطفال. خذوها مني برضو، الناس كانت تتعب قبل على المحتوى، كانت تتعب اصلا على المحتوى كل شيء، بس اتوقع انه وصلوا مرحله خلاص بعدين ما عندنا اي شيء، يعني ايش نسوي فيهم اكثر شيء. طبعا بنتوجه حاليا للتقييم. اول شيء تيو بالنسبه لي ما قاعدين يتعبون مره كثير على المحتوى، فاتوقع اني بحطهم 25 اوكي، وبعدها بيكس 50. يتعبون في تجهيز المقاطع، يتعبون في كل شيء. صح انه يعني الكيمستري قليل بيناتهم، وصح انهم رهيبين مره، بس انه ما هم افضل شيء. باور انا من عندي احطهم سالب 17، لو يطلع في دي بحطهم سالب 100 صراحه. الناس ما قاعد تستهدف الجمهور ولا خالص، ولا قاعد تتعب ابدا، جمهورهم مره كبير، نص اطفال. امزح طبعا عشان ما الناس تقلب علي، افدا يرجع اقلب ايش بتسوي. هذا رايي انا، ودي اقول هذا كل شيء يعتمد على رايي انا، بس انا رايي. اللي يقول لي ما لك دخل، لا لي دخل، انا دخلت المقطع عشان تشوف رايي صح. محمد الهانزه باور انا ما قاعدين يعجبوني الفتره الحاليه ابدا، من ناحية الثامنيلات، من ناحية كل شيء. بس لو أوريكم بس صناعة المحتوى كيف محتوياتهم بتعيدون الرأي. فالكونز 100 ويطلع في يدي فالكونز بحطهم 102. ناس قاعدة تبدع. أنا ما قاعد أتكلم على صناعة المحتوى، أنا قاعد أتكلم على القناة نفسها، إيش قاعدة تبدع وإيش قاعدة تسوي. فالكونز صراحة ما قاعدة تقصر أبدا أوكي، ما قاعدة تقصر ولا نتفي. بس صدقون بكره بيصير من افضل الكلانات في العالم، ولا قبل ما ادخل في احد الكلانات الدولي. تخيلوا بعد كل ذا الكلام واخر شيء ادخل العمل بديع. لا صراحه هذا يعتمد على رايي حاليا، ممكن الناس تطور قدام، اي واحد يتطور. انت لو تشوفون بس كيف الفيس كام كانت عندي قبل، كان قاعد اصور مناديل، كان قاعد اصور حرفيا، وحاليا والله الحمد تطورت. ما ادري صراحه ان هذا رايي، اي اذا عندك راي ثاني اكتبه تحت التعليقات، وكل شخص هو رايه، يعني مستحيل انا اجبرك على راي صح ولا لا. فالى هنا وصلنا لنهايه الحلقه، لا تنسوا لايك واشتراك وتسوي جرس التحصيل على الفيديو، تابعوني عليه كام تابعوني اسناب بعد. صلى على النبي، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وسلام لي.